في اطار تفعيل المشروع ديال العبور التعليمي تبنت يعني مجموعه مدينه المطرح هذا النشاط على اساس انه اصبح جزء من النشاط اللي هو العام داخل السنه اخر السنه الدراسيه نقوم يعني بهذا الخرجه اللي هي استطلاعيه للسيد المدير المستقبل بحكم انه مجموعه مدينه البطمه هي احد الروافد للشريف الادريسي دوك السنوات السته اللي قراو عندي التلميذات غادي نعطيه انا لغوليف باش حتى هو يتكلف هاد التلميذات باش يكمل من هاد الحاله يعني السنه الاولى من الاعدادي الى بالنسبة للأنشطة اللي تتساهم بها المؤسسة في إنجاح هذا البرنامج اللي هو برنامج العبور المدرسي بين الأسلاك أنها تستقبل التلامذة اللي في المستوى السادس بالنسبة للمؤسسة اللي هي رافدة ديال المؤسسة إحدى الروافد وتضعهم في الحياة اليومية ديال المؤسسة الثانوية الإعدادية. وبالتالي هذه الأنشطة بعد ما جربناها مع هاد التلاميذ بينات أنها فعلا ساهمت في أولا استمرار ديالهم في الدراسة، ثانيا أنهم اندمجوا مع الأقران ديالهم، ثالثا كانت ما عندهم علاقة مزيانة يعني جيدة مع الأساتذة، رابعا كان التحصيل الدراسي جيد. نحن كآباء تلاميذ تنحبذوا هذه الفكره ديال العبور التعليمي لانها تعطي لواحد الوليدات واحد الثقه وكتعطيهم في النفس باش ينتقلوا من الابتدائي للاعدادي تيمشيو وكانهم ديجا دازوا في الاعدادي. كل ما كانش هاد العبور ما كنتش غنكمل الدراسه ديالي، كنطمح باش نوصل الموديليست. كرا ما كانش هاد العبور ما يمكنش نطلع الاعدادي ونكمل قرايتي. الحلم ديالي انا نكون بيلوت. انا تنتمنى نكون ممثل وبفضل العبور المدرسي قدرت نكمل قرايتي باش نوصل للهدف تاعي. لولا العبور المدرسي لما تمكنت ان اكسر هاجز الخوف الذي كان يمتلكني. حلمي ايضا ان اصبح مهندسه معماريه. الحلم ديالي هو نكون استاذه ديال الفرنسيه. الحلم ديالي هو نولي استاذه. لو ما كان هذا العبور المدرسي لن اتمكن من تحقيق الحلم ديالي.